تقول عن نفسها: أنا فتاة في بداية عمري، أي عند أول إفطار لي في رمضان بسبب العذر الشرعي نتيجة الجهل والتهاون، لم أقضي تلك الأيام التي أفطرتها، ومرت على ذلك سنوات عن الأيام التي أفطرتها في ذلك العام، وقد نسيت عددها، فبماذا تنصحونني الآن جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد دفعت مبلغ 10 دينارات عن تلكم الأيام التي توهمت أنها عددها معين، فوجهوني جزاكم الله خيرا. يلزمك قضاء الأيام التي أفطرتيها أيام العادة، وطول المدة لا يعفيك من القضاء، لا بد من القضاء، وعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، يعني تدفعي عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من الطعام عن تأخير القضاء إلى هذه المدة، وهذا الصيام دين في ذمتك لا بد من أدائه ولو طال الزمن. وأما قولك إنك تجهلين الأيام، الظاهر أن الأيام معروفة بالعادة، عادة الحيض التي كانت تعتريك، فهذا أمر يعرف بأيام العادة المستمرة معك، فتقضين عدد أيام العادة. وأما الدنانير التي أخرجتيها فهذه لا تغني شيئاً عن القضاء، ولا تجزي أيضا عن الإطعام عن التأخير، لأن الإطعام لا بد أن يكون لا بد أن يخرج من الطعام المقتات في البلد، ولا يخرج بدله نقود. نعم.